فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: فمتى صدر خلافه، أي خلاف العلم الحقيقي، فلا بد من غفلة في القلب عنه أو ضعفه في القلب بمقاومة ما يعارضه، وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار. نعم، الراسخ في العلم هذا لا يصدر منه مخالفة في الغالب. نعم، قد يصدر منه إذا غفل، قد يصدر منه إذا حصل منه غفلة، لكنه يرجع قريبا ويتوب إلى الله عز وجل، لأن دافع العلم الذي في قلبه يحمله على التوبة إلى الله عز وجل. أما الذي لم يتمكن العلم من قلبه فهذا عرضة لأن يذهب مع الأهوى ومع الرغبات ومع الشهوات، فلذلك ما كل عالم يحصل على مرتبة خشية الله عز وجل والرسوخ، رسوخ القدم في الإيمان.